وأولى فقراتنا لليوم مع الحرفة السورية يلي شكلت حالة جمالية وبصمة مميزة وبطاقة عبور اجتازت الحدود، لكن مصدرها إيد الحرفي السوري يلي كان ولا زال حارس أمين وحافظ على هي الحرفة لحتى يتوارثوها أكيد من الأجداد إلى الأبناء والأجيال القادمة. رح نحكي أكثر عن الحرف ورح نحكي أكثر عن كيفية التطوير بالحرف اليدوية ضمن الحاضنة وخاصة حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية مع شيخ الكار الأستاذ عدنان تنبكجي أمين سر هيئة مدربين حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية. صباح الخير. صباح الخير أستاذ عدنان. أهلا وسهلا. صباح كل عام وأنت بألف خير. إن شاء الله سنة خير ومحبة لكل السوريين إن شاء الله. وبوجه تحية لكل شيء حرفي بقول له كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. سنة خير على الكل يا رب. يعني بداية خلينا نحكي عن أهم المشاركات عن 2021 قبل ما نبدأ، لأنه نحن لسه بالأيام الأولى ل 2022، فشو أهم المشاركات اللي كانت والصعوبات اللي كانت، وهل في شيء جديد يعني عم تحضروا له للسنة الجديدة هي اللي هلأ نحن فيها؟ والله تحية كبيرة للدكتور وزير الاقتصاد. نحن هلا بصدد انه عندنا معرض قائم، معرض اكسبو جناح خاص لحاضنة دمر المركزية بالتعاون مع الاتحاد العام للحرفيين وشبابنا بوجه لهم تحية. هلا هنيك موجودين، باخذنا شهر 12 وشهر 1، نحن دمجنا بين ال 21 وبين 22. ان شاء الله سنة محبة وسنة خير لكل السوريين ولكل الحرفيين. هلا قائم موضوع وجناحنا هنيك مميز الحمد لله، جناح رائع جدا وعم يلاقي استحسان ويعني استطلاع من كل الجماهير اللي هي موجوده. هذا معرض عالمي كل 4 سنوات ونحن بنفتخر انه نشارك بهيك معرض عن طريق وزاره الاقتصاد. نعم، لكن شاركنا بال21 وما زلنا مشاركين. نعم. ب 2022. نعم. خلينا نحكي ضمن هي المشاركه اكيد نحن تم انتقاء ما هو بيمثل سوريا، ما هو بيمثل الحرفة السورية يلي بعدها عايشة. خلينا نحكي عن أبرز المنتجات يلي مشاركين وليش نقينا هي الحرفة ما نقينا الحرفة الثانية، وفي شيء لايف عم يشتغل بأرض الواقع على بالمعرض. لحنا بحاضنة دمر المركزية تقريبا عندنا معظم الحرف، يعني وحتى الحرف الناقصه عم فيما بعد عم تتكمل. يعني احنا هذا المكان هو فعلا حاضنه الحرفيين المبدعين وشيوخ الكار اللي عندهم ابداع، وهلا كمان فاعلين موضوع استقطاب المشاريع الصغيره. يعني وقت عم يطلع حدا بيمثلنا عم يمثل كل شيء اسمه حرف، يعني مو بالضروره نختار حرفه او حرفتين، احيانا بجناح صغير مصغر عم يكون ما يقارب 15 او 20 حرفه عم يمثلون شخص او اثنين. هلا بوجه تحيه الاستاذ فراس سلكا ومحمد الشايب ومازن زكور، هنين قائمين هنيك قائمين على العمل، مو بس عم يمثلوا حرفهم، عم يمثلوا كل الحرف اللي موجوده بحاضنه دمر المركزيه اللي هي كمان حاضنه مصغره لكل الحرف اليدويه السوريه. والحمد لله الامور كثير تمام، وان شاء الله بنتامل انه يكون جايين مع عقود. شو في بالاكسبو؟ نحاس، خشب مطعم، ولا كل شيء فيه؟ هلا في عندنا هنيك الالات الموسيقيه. أوكي. وفي عندنا استخراج زيوت العطريه. وفي عندنا العطورات، وفي عندنا كمان موضوع تنزيل الصدف، في عندنا الموزاييك، في عندنا البسط، يعني حرف كثير الحمد لله موجوده بتتعدى ال 15 حرفه نرفع راسنا فيهم. هذول وين ما رحنا احنا مميزين على مستوى العالم، انا ما عم بالغ، فعلا على مستوى العالم احنا هنيك مميزين، وعم يجينا كثير زوار انه عم يتفاجئوا هل يا ترى انه هدول صناعه، طبعا صناعه سوريه وبامتياز، وفي ورشات مصغره عم تكون قدام العالم انه لايف مثل ما حكيتي حضرتك انه عم تكون الموضوع لايف. حلو كثير. طب خبرنا عن كمان التشبيك مع هيئه دعم الصادرات. هذا الموضوع اللي كثير مهم كمان. احنا هلا كمان الشكر اليوم كله لوزاره الاقتصاد. دعمتكم وزاره عملنا. نعم دعمتنا. اي والله الحمد لله. بالتعاون مع الاستاذ لؤي شكو مدير الحاضنه والاستاذ ناجي الحضوي رئيس الاتحاد العام للحرفيين وبالتنسيق مع موضوع وزاره الاقتصاد عم نعمل احنا دوره دبلوم التصدير الاحترافي، حكينا هلا قبل هلا عليها، الحمد لله خلصت الدوره
ونحن من كثر ما في المام ومحبه بين الناس كلياتهم بالحاضنه بدنا نساوي مشروع التخرج اللي هلا نحن عم نشتغل فيه، انا واحد من الناس عم بشتغل فيه وعم نركز عليه. مشروع حيكون على مستوى مشروع التخرج على مستوى عالي من الحرفيه، وفيها رح نحكي عن مشاكلنا وعن نحكي عن انتاجنا وعن نحكي عن الموضوع اللي تعلمناه من دكاترتنا انه كيف موضوع التصدير. يعني اليوم الحرفي صار على تطور عالي، ما عاد هو كمان يعطي تاجر او وسيط ليصدر الحرفه تبعه، صار هو بامكانه نفسه يشرح عن الحرفه تبعه واليه تصدير الحرفه كيف عم تكون وقدام الناس كلياتها. وكان مثلا يتعرض لمخاطر، اليوم صار واعي جدا من المخاطر، سواء كانت بالعقود سواء كانت انه كيف يتعامل عن طريق موضوع السمسره، شلون بده يشرح عن قطعته بشكل جيد. كان قوي صار اقوى. يعني هلا اليوم الحرفي على درجه عاليه، كل من عمل دوره، وهلا ان شاء الله انتم اكيد راح تغطوا لنا الحدث اللي جدا رائع. وبالاضافه لمشروع التخرج حيكون عندنا شيء ابداعي بسنه ال 21 حضرته حاضنه الدمر المركزيه، ما راح احكي عنه مشان ما يروح البهجه تبعه. اثناء مشروع التخرج حيكون على مستوى عالي، بندعي كل الشخصيات المهمه بما فيهم الحرفيين اللي احنا هدول الروح تبعنا، حيكونوا كيف اليه التخرج بدها تكون. مشروع جماعي ما راح يكون مشروع افرادي بهذا مشروع التخرج. تمام، يعني نحن مواكبين اكيد من اول لحظه انطلاق الحاضنه. الله يعافيك، ولكن اليوم خلينا نحكي مع الاستاذ عدنان، قد ايه لمست الفرق بجيل يمكن هو بعيد عن الحرفه، بعيد انه هو يكون له اجداد بيشتغلوا بالحرفه، ما متوارثه يعني بالعائله عندهم، جيل حابب يتعلم، كيف لمستهم عبر السنين؟ كيف لمست هدول الناس يلي هن اقبلوا على الدوره وابدعوا بالدوره، ويمكن هلا صاروا يعني المهنه صارت مثل ما بيقولوا بيرفكت فيها؟ نعم، هلا كل من عمل عنا دورات لابد ما في ناس انه بتقطع. بس كمان بالمقابل احنا عنا ما يقارب 70% عم يتابعوا، اللي عمل دوره رجع يتابع، لانه العمل او الفن ما له حدود، يعني بيتعلم وبالاخص الصبايا يعني اليوم عم يتعلموا وعم يتابعوا. وبالنهايه هن بدهم مشروع اقتصادي، بدهم شيء، وخاصه بهالايام هلا الصعبه انه بدهم شيء يفيدهم، يفيد اسرتهم، يفيد نفسه، كل وحده تفيد نفسها. وربما هي بدها تتعلم ما عنده حدا يساعدها بمشروع الماده، بتساعد نفسها هي سواء شاب او بنت بمشروع انه اذا هي تعلمت كانه مكموره، خلينا نقول بالعاميه، عم تصمد هي رصيد بيقوى وبيقوى وبيقوى. كل ما قوي علمها بهي التحفه او بهي الحرفه راح هي تصدر وتعطي للمجتمع اللي حواليها. واليوم النافذه مفتوحه، ممكن انه تصنع تحفه صغيره، ونحن علمنا وهذا الحكي حصل، انه صارت اللي عم تتعلم قطعه صغيره منمنمات صارت تبيعهم، ومن خلال المعارض كانت هي عم تشارك بهي المعارض وتبيع منها. لانه طبعا الحاضنه بيامنوا انه معارض الحاضنه مهيئه تهيئ تام بكل ما تحمله الكلمه من معنى، سواء بالقاعات سواء بالمشاركات اللي هي بالارشادات بالتوجيهات. الحمد لله طبعا في توجيه كمان انه بدعم المشاريع الصغيره، ونحن هاي المشاريع الصغيرة لابد ما يوم من الأيام تصير متوسطة، وبعدين من المتوسطة بتصير عملاقة. يعني لازم نضل احنا عم نتابع، وكل من عم يسمعنا وبيحب انه يتعلم حرفة بسيطة بيتطور فيها، هذا الحكي للمستقبل. وخاصة شباب اليوم اللي لازم نوجههم بالإضافة لعلمهم، نواكب علمهم مع موضوع التعليم بهي الحرف اللي احنا بنرفع راسنا وين ما رحنا فيها. نعم، بما انه عم سالتك ليا عن يمكن الجيل الجديد اللي هلا عم يتعلم الحرف، نعم. ودائما بنقول انه هي وراثه، اهم شيء نورث هي المهن الدمشقيه للجيل الجديد. كمان في مشروع التخرج ودبلوم التاهيل الاحترافي، نحكي عنه كمان شوي، يعني اللي بيحب يكون شغله اكاديمي مع العملي اكثر. هذا مشروع التخرج اجانا احنا منحه من وزاره الاقتصاد من السيد الوزير، انه هدول الحرفيين لابد ما يكونوا على درجه عاليه من المستوى بالمستقبل، وعملوا لنا هي الدوره استفدنا. نحن دكتور هشام كمان نوجه له، كل هشام الخياط اعطانا معلومات رائعه جدا، يعني ربما كانت عندنا لكن ما عم نعرف نستثمرها، ما عم نعرف نطلق. تعلمنا نحن بهي الدوره اكثر من دكتور اعطانا الحقيقه، وصار عندنا خبرات كثير كبيره، خبرات عريقه
اذا نحن بدنا نساوي صفقات وكيف نحن بدنا نروح على المعارض الخارجيه والداخليه. نحن مو بس والله كان بعض منا انه نحمل شنطه وفيها شويه تحف فنيه ونعرضهم. الهدف مو بس بهدول، الهدف نحن نعمل اوردر كبير، نشغل الورشات هي المصغره، كل ورشه يعني ربما تكون من 7 أو 8 أشخاص لأكثر من حدا عنده ورشات. وهون إحنا عملنا نهضة اقتصادية كتير قوية، تعلمنا كيف يكون العرض بآلية ديناميكية أفضل، تعلمنا كيف نناقش ونحاور، تعلمنا كيف وقت بدنا نكون بهذا المعرض نستقطب الناس هاللي إحنا هدول هدفنا. يعني ما نضيع الوقت لأنه الوقت كتير تمين، ممكن المعرض يكون 10 أيام 7 أيام هدول بدنا نستثمره. كيف العلاقات بدها تتم، كيف ناخد عناوينهم ونتابع أخبار أنه كيف التطور تبعنا والشرح والكواليتي والباكينج اللي احنا وقت بده يكون بشكل جيد. هذا بصراحة من أول اللي احنا ما كنا نساوي كتير، كان مثلا ياخد البضاعة الواحد من الحرفي ياخدها تاجر ما ويساويها هو بمعرفته، بينما احنا هلأ صرنا نساويها احنا بمعرفتنا وزاد الربح أكتر ولحنا صرنا نعطي سعر أقل. يعني هذا الحكي كله بعيد وبيع لأنه صار في يد عاملة أكثر. نعم. تشتغل على القطع. أخذنا الحديث وما حكينا عن القطع الموجودة معنا، خلينا أستاذ عدنان نحكي القطع اليوم المميزة دائما اللي بتكون معنا بالاستوديو اليوم. من وين جايبينها؟ الشغل كيف بدنا نشوف؟ ما بعرف إذا هلأ مثلا نبدأ بخشب الزيتون المبارك. طبعا نحن بقايا خشب الزيتون هاللي ما لهم قيمة، بدل ما نستعملهم للحطب وندفى فيهم ندفى بغير شغلة ونساويهم. لاحظي أنه رب العالمين اللي أعطانا، ما بعرف إذا هيك الكاميرا واضحين، واضحة إيه تمام. شوفي هالتعرجات وهالخطوط الربانية اللي إجت، إحنا ما سوينا شيء، بس هاي الشرايح من الخشب اللي متبقي ويبسانة وما عنا شغل فيها عم نعملها شرايح ونفرغها، نعملها مثلا صحن سيجارة، ممكن صحن ضيافة إلى آخره، المكان ما بتستعجبنا بعض منه. هاي كمان العمليه بتندهن لكر اخر شيء فينا نساوي بلكر. صحيح، وما شاء الله عندكم خبره صار حرفيه. وهون ممكن ما نساوي لكر، في ناس ما بتحب اللمعه او بتكون مت. طيب اذا ما تساويت لكر هي بتضل بتحافظ على طبعا لانه خشب الزيتون هذا اللي احنا بنعالجه اللي هو من نشفه ومن عقمه بعدين ممكن يستعمل. يعني مو اي حدا على باله يعمل شيء، مو صعب الموضوع هلا، بس صعب بس انه مشان يدوم كيف. نعم بيدوم اللكر بيحافظ عليها بصراحه اكثر، يعني بيعطيها المسامات هي بتسكر ومشان ما يدخل فيها جراثيم. هون اعطاها طبقه عزل كثير منيح انه موضوع اللكر. كمان في حتى الكاسه هي كثير حلوه، يعني هي جزء شجره شايفه، حتى المسمار اللي احنا بنتركه هدول الرسومات، يعني جمال رباني مو انا ساويته سبحان الله، بس احنا بهي المخرطه الصغيره بصراحه عملت الشكل متور غساله، يعني معلش متور قديم. اليوم الحرفي مبدع، الحرفي السوري، بنحط اكس بسيط جدا بتكون هي مثبته بشكل جيد، وبعدين بتصير عمليه الخراطه اللي هي ناخذ المكان اللي بدنا اياه نقلبها بالعكس بنفرق. غساله قديمه جربوها. طبعا ممكن انه يصير عندنا من ضمن الحاضنه هاللي ساعدتنا مثلا موضوع الليزر. الليزر حديث وعندنا هاي الزخارف قديمة، زخارف عمرها فوق 100 سنة، هاي زخارف نباتية. نزلنا مادة الأوكسي، ليش نحن معاصرين على طول بنتابع هلا هاي المادة. شوفي عطتها شو ليزر يعني؟ الليزر هي ماكينة. ماكينة بتحفر. بس شو بتحفر هي؟ نعم هاي الحفر كله على الليزر. اوكي بس بتعطي الالوان ولا لا؟ نحن بنلونها. لا الالوان نحن جايكي بالحكي، هذا ماده الايبوكسي. ماده الايبوكسي هي ماده لزجه، طبعا بتتحول لماده صلبه بعد ما تتنشف ونحطها هون. نحن بنحطها بالالوان اللي نحن بدنا اياها بننتقيها وبعدين بنحط لها. يعني هي قبل كانت تنحفر هيك بالايد وما بعرف شو كانت بالاول. ايه هي القوس يحفروه بالايد بالمنشار اليدوي. وديمومتها انه منيحه يعني دائمه طبعا وبتحفظ الحراره انه اذا هي استخدمت صينيه او لشيء سخن. هي صينيه ضيافه، ممكن الواحد يقدم هديه يحط له فيها شويه شوكولا مثلا، كيلو شوكولات وبيقدمها هديه رائعه. يعني هون كان صار عندنا منظر كثير حلو، بالاضافه الى هذا نوع ثاني من الصواني. يعني هذا موضوع الحاضنه يساعدنا بالدمج. عليك من ثاني جهه كمان بخايل طبعا هذا هلا هون الليزر فرق تماما. نحن عبينا هاي الفراغات بموضوع الايبوكسي، ايبوكسي الالوان اللي احنا بدنا اياها بتصير. وبالاضافه الى الرجلين هذول اللي ساويناهم من النحاس، يعني صارت شوي مرتفعه عن الطاوله اللي احنا بدنا نحطها فيها.
حتى النحاسيات كمان نحكي عنها اللي دائما لهم حصه عندك. اذا ما شفت نحاس كل يوم وتغزلت فيه وانا بحكي معه للنحاس اي قطعه بحكي معه يعني بحسها انه روح. هذا طبعا ابليك جانبي حطينا هيك واضح؟ ايه واضح. هذا الياسمين احنا مشهورين بالعالم كله اللي هي بلد الياسمين. ان شاء الله الياسمين على طول مأزهر بهالبلد ان شاء الله، وبتكون السواعد تبع جنودنا اللي واقفين وجنودنا اللي احنا بنسميهم جنود التراث عم نشتغل لنحمي هي البلد بتراثنا العريق يا رب. هذا نحاس ملبس محلول الذهب معتق يدويا، احنا حطينا له اللون البني بيتجانس مع الذهبي. طبعا اليوم اللمبات اللي عم نحطها كلها لمبات ليد مشان ما تسحب كهرباء ولا تعطي حراره. تمام. هذا بيتعلق ممكن يكون يعني مفرد يعني بتضوى على البطاريه أكيد. كمان ايه اذا واحد عنده مثلا انفرتر ما تسحب كثير لانه هي 4 واط بينما كانت من الاول 60. صح. يعني اليوم واحد بحط ترياق بشعل اذا كان 12 ضوء او 10 اضويه بتكون كامله ما بتسحب قد لمبه واحده. تمام. عن قديم. تمام. بيتعلق على الحيط، ممكن يكون شمعدان، ممكن يكون ابليك. بالاضافه الى هذا اختراع جديد اللي احنا مساوينه، موضوع النحاس مو بس احنا الكريستال يعني زواق وحلو، كمان جللناه بالنحاس. حلوه الفكره. طب خلينا نحكي بنقطة استاذ عدنان، يمكن مو وقتها بس بما انك عاشق النحاس ومبدع النحاس بالبلد، خلينا نحكي طريقة التعتيق او طريقة التنظيف. طب هي اذا تعتق كيف؟ هلا اليوم التصنيع اقوى من اول، يعني فيها تتعتق بنحاس هو صناعي عادي؟ ايه راح بشرح لك. قديم من اول كان اللي عنده تريا يلاقيها اكسدت عطيت طبقة خضراء، هي طبقة شوية سامة. اليوم التصنيع اختلف تماما، يعني التقنية أحسن والكواليتي عم يكون أنظف والقوالب عم تكون بدقة عالية. بعد ما ينسكب النحاس طبعا بينصهر أول شيء النحاس. هلا احنا النحاس اللي عندنا كله بقايا منصنعه، غير دول ما بتصنعه، احنا بناخده بنصهره وبنصنعه. بعد ما نصهره بدرجه حراره ما يقارب ال 1100 بصير عندنا سائل نسكبه بالقوالب بيخلص. بعد ما يخلص القطعه اللي احنا ساوينا القالب لها مثل هذا فرضا ساوينا له قالب سكبناه، بعد ما يخلص بيروح على موضوع التنظيف، بتنظف بشكل جيد، عنده عده مراحل بالجلاخه، بعدين فرشاي بنسميه فرشاي اللي هي الساتان بتعطيها نعومه، يعني بتروح هي الشوائب والخشونه. بعدين بتروح بمرحلة التلبيس، بنلبسها أول شيء محلول الفضة، بعدين بنحط لها موضوع التعتيق، أوقات بنعتق باللون الأسود اللي هو الدهان، أوقات بنعتقها بالبني، وبعدين بنلبسها محلول الذهب، تدخل الفرن بتطلع القطعة جاهزة. طبعاً بتاخذ لكر، من زمان ما كان ياخذ لكر، لذلك وقت كان النحاس من زمان يتعرض للأكسجين يأكسد. صح. بينما اليوم هلا خليها هي على طول 10 سنين ما بيروح لونها إطلاقاً. وتنظيفها تنظيفها كثير سهل، أول شيء بننصح إنه ليمون للمادة القديمة اللي كان عنده تريا قديمة. المادة القديمة الأكسدة أيوة. بس اللي عنده تريا جديدة ما يحط لها مواد. بس هلا اللي عندهم من النحاس القديم يعني ملك زمانه يعني هلا. هلا هو أغلى بكثير و هلا أبدا ما هو أغلى، أغلى على التحفة. ايه؟ أغلى إذا عندنا مثلا آية قرآنية منقوشة ممكن من 100 150 سنة، هي أخذت القدم تبعها هو اللي غلاها. تمام. مو انه لانه التصنيع افضل، لا التصنيع اليوم افضل. بس اللي عنده قطعه قديمه وتجاوزت ال 100 سنه وهلا بالحاضنه صار في سك ملكيه لكل قطعه قديمه، بيجي صاحبها بيوثق انه هي فعلا قطعته، بيجيب وثائق وبتثبت وبياخذ شهاده ملكيه مشان اذا راحت على دور مزادات ما تنسرق. أوكي. حتى باي دوله بالعالم. هاي مثل ما صار عنا احنا بالاحداث انسرق كثير من عنا. صحيح. الأكسدة إذا بالليمون إذا كان عندنا شيء قديم بننطفه حتى نحافظ عليه وما يرجع الأكسد، بنحط له اللكر الشفاف مثل هي علبة السبري. تمام. على بعد 15 سنتي بنحط لها سبري لون شفاف، هذا بصير طبقة عازلة مع الأكسجين ما بقت أكسد فيما بعد. تمام. بس الحديث ابدا ما بنحط له مواد كيماويه، وبنصح حتى ماده الكريستال ما يحطوا لها، في ناس بيحطوا مواد كيماويه فكروها بيزيدوها اللمعه، لا هذا عم يضرها ابدا، بيضرب السطح تبع الكريستالي. اذا بده يحط لها مثلا يلمعوها بيجوا ناس عندهم اجتهاد انه والله بدنا نحط لها ماده مواد كيماويه، وخاصه اللي متوفر بالاسواق، انا بنصح بس مي بس ما بدها ابدا، بتحافظ عليها عشرات السنين اذا ما حطينا لها مواد كيماويه. ممكن بخاخ البلور كمان من بعد عنه لانه كمان في ماده كيماويه، اذا بدنا نستعمله بنمدده.
اوكي ما بيأذي هذا ما بنمدده. في ناس بيحطوا خل، في ناس بيحطوا شغلات ثانيه، هذا الحكي بيلمع بنفس اللحظه بس بيضرب اللكر تبع الكريستالي فيما بعد صار عمره قصير وتلاقيه عتمت الكريستالي وصارت شاحبه ما حلوه. نحن بننصح بس بالمي والصابون وهي الافضل. نعم. كمان عم نشوف الميزان العدل. اي الميزان كمان بنشرح عنه شوي، هذا نحاس 100% طبعا، نحاس 100% حتى الكفاف هونيك طبعا نحاس، هاي دلالات شرقيه قديمه بحته لحنا اصحابنا، وهذا التاج كمان بيرمز لكل هاي الزخارف سوريه، والعدل ان شاء الله العدل يا رب نتمنى انه يكون موجود على طول، وهذا عم بيقتنوه الاساتذه المحامين او اللي عم يدرسوا كمان محاماه كلهم بيحبوا، او القضاة بياخذوا هيك وبيحطوه على طاولتهم. نعم يعني استاذ عدنان اول شيء كثير انبسطنا ببدايه هالسنه انه نحن هيك نتنور بهالتحف الجميله باعمالكم يلي بترفع الراس، ان شاء الله هيك 2022 تكونوا متفوقين اكثر واكثر ودائما بالمراكز الاولى بتمثلوا سوريا عالميا. شكرا كثير لك. يعطيكم العافيه وكل عام وانتم بخير. مره ثانيه لكل واحد حرفي سوري بوجه له التحيه، وللاستاذ لؤي شكو مدير حاضنه الدمر المركزيه اللي عم يتعب ليل نهار مشان يقوي هذا هي الحاضنه المركز التنموي الارشادي العلمي مشان نحافظ على الحرف اليدويه التراثيه وما تبقى منها. نعم نحن بدنا نقول لك كل عام وانت بالف خير انت وكل الحرفيين، وان شاء الله هالسنه بتحملكم كثير من المشاركات المهمه ان كان محليا ولا خارجيا، ضلوا رافعين علم سوريا بالعالي بالحفاظ على التراث والحضاره ايضا. شكرا لوجودك معنا. انتم بخير يا رب. شكرا لك. شكرا لكم.